بعد اللي اتقال عن حقل ظهر مفاجأة لكل المصريين في مجال الطاقة والغاز الطبيعي في مصر، واكتشاف جديد هيعوض المصريين أزمة الطاقة اللي مروا بيها، وكمان هيزود فرص القاهرة في إنها تكون مشارك بقوة في سوق الطاقة العالمي وتلفت نظر السوق الأوروبي ليها. إيه حكاية الاكتشاف ده وإزاي هيفيد مصر من الناحية الاقتصادية؟ كل ده وأكتر هتعرفوه في الفيديو ده من 5 بالعربي. شركة إنرجيان الإنجليزية واللي بتنقب عن الغاز الطبيعي في مصر أعلنت عن كشفها حقل غاز جديد، والاحتياطي المتوقع حسب الشركة بيتراوح ما بين 87 مليار و129 مليار قدم من الغاز. المفاجأة بقى كانت في تصريحات وزير البترول والثروة المعدنية السابق الدكتور أسامة كمال، واللي قال في تصريحات صحفية لوكالة سبوتنيك الروسية إنه تابع بيان الشركة والتناول الإعلامي عن الكشف واللي وصفه بأنه مبالغ فيه، وقال إن الشركة أعلنت إن احتياط الغاز بيتراوح ما بين حوالي 87 مليار قدم و129 مليار قدم، والإعلان في مجمله كويس، لكن في الأساس إنتاج مصر اليومي من الغاز هو 5 مليار قدم يومياً، يعني الكشف الجديد بيساوي إنتاج البلد في 5 أيام بس، مش بالضخامة اللي صورها البعض. الوزير السابق خلال تصريحاته تطرق لأبرز العقبات اللي بتواجه قطاع البترول المصري، واللي كانت سبب في تعليق زيادة الاستثمارات المباشرة، وهي الديون المستحقة للشركاء الأجانب للحكومة المصرية، لكنه كمان كشف عن انفراجة حصلت خلال الشهور الأخيرة لما الحكومة قامت بسداد 20% من المستحقات، وإنه هيتم خلال الأيام اللي جاية سداد دفعة تاني، والخطوات دي هتكون سبب في انتعاشة لكل الشركاء الأجانب، وهتساعد في ضخ استثمارات جديدة، لأن من المعروف إن عمليات الاستكشاف والحفر وتنمية الحقول عالية التكاليف وبتحتاج لسيولة مالية بشكل دائم. وعن وجود مصر ضمن دول السوق العالمي للطاقة، الوزير السابق قال إن ممكن مصر تكون مركز للطاقة، ومش بالضرورة إن يكون إنتاجها ضخم من الغاز والبترول، لكن مصر تقدر تقوم باستقبال إنتاج من الشركات والدول المحيطة بيها ونقلها عن طريق الشبكة والبنية التحتية المصرية، وكمان إعادة تصنيعها وتحويلها لمواد ذات قيمة مضافة، وده بالتأكيد هيعزز مكانة مصر في مجال الطاقة عموماً، لأن استهلاك مصر من الغاز بيوصل لـ3 تريليون قدم سنوياً. وبالنسبة للأخبار اللي انتشرت خلال الأيام اللي فاتت، وقالت إن شركة إني الإيطالية سحبت سفينة الحفر الخاصة بيها من حقل ظهر واللي بيعتبر أكبر حقل مصري، الوزارة أصدرت بيان نفت المعلومات دي ونفت توقف أعمال التطوير في الحقل واللي ربطها البعض بعدم سداد مستحقات الشركة. وبحسب بيان الوزارة، فالحفار كان شغال في حفر بير في منطقة شمال شرق حلبي في البحر المتوسط، وأنهى المهمة ورجع تاني على المنطقة. وقال الناطق باسم وزارة البترول إنه بالنسبة لبرنامج الحفر في حقل ظهر، فهيتم في الربع الأخير من السنة الحالية وفقاً لبرنامج الحفر المخطط مع شركة إني من خلال جهاز حفر تاني.